الثلاثاء 7 فبراير، عدد جديد من اقتصاد بلاس، أهلا بكم. وتتابعون معنا الليلة الأكبر في تاريخ الجمارك الليبية، ضبط 269 كيلوغراما من الكوكايين بميناء الخمس البحري، ووزارة الصحة تستجيب لاحتجاجات موظفيها. التفاصيل في حلقة الليلة من اقتصاد بلاس، أهلا بكم. وكالعادة أولى فقراتنا صدى الأخبار. وفي صدى الأخبار نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية مع الزميل علي المحمودي. علي، مساء النور. مساء الخير وفاء، أهلا بكم جميعا. أهلا بك. بداية ننطلق علي مع مسؤول تسويق وتعاون بالمنطقة الحرة علاء بابا، الذي تحدث عن ميناء المنطقة الحرة. وفاء، تحدث علي بابا مسؤول التسويق والتعاون بالمنطقة الحرة مصراتة عن أن هذا الميناء الخاص بالمنطقة الحرة يورد أكثر من 60% من البضائع التي تدخل للأسواق الليبية، وتحدث عن تفاصيل حول تحديث وتطوير هذا الميناء. وفاء، لنتابع هذا التصريح لمشاهدة تفاصيل أكثر. تقع المنطقة الحرة بمصراتة على مساحة 2575 هكتار، مقسمة إلى موقعين. الموقع الأول اللي احنا موجودين فيه اليوم على مساحة 565 هكتار، إضافة إلى الموقع الثاني على مساحة 2011 هكتار، لتكون المنطقة الحرة أولى المناطق واجهة لجذب الاستثمارات الخارجية وتوطينها داخل المنطقة الحرة، دعما للاقتصاد الوطني، ولتكون رافد للاقتصاد الوطني وأحد بدائل النفط. الموقع ألف اللي موجودين فيه احنا اليوم، اللي تكلمنا على مساحته 565 هكتار، يشمل ميناء المنطقة الحرة على مساحة 190 هكتار. الميناء هذا يعتبر ميناء الأول في ليبيا، تمر منه حوالي أكثر من 60% من البضائع تدخل للسوق الليبي، إضافة إلى أن يعتبر الميناء الأكثر تطورا والأكثر حدثا من ناحية تطوير الآليات اللي خاصة بالمناولة، آليات التخزين، كذلك الآليات اللي لها علاقة بالعمليات البحرية. على سبيل المثال، مؤخرا تم توريد مجموعة من الزوارق البحرية وزوارق الإرشاد، إضافة إلى مجموعة مناولة تتمثل في روافع خاصة بالحاويات وروافع شوكية، إضافة إلى معدات لها علاقة بساحات التخزين. كل هذا لضمان استمرار ميناء المنطقة الحرة بوجوده كميناء الأول في الموانئ الليبية. 2023 عام النفط والغاز الليبي بامتياز، هذا ما قاله كبير مستشاري المشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات وعضو لجنة التفاوض مع إيني بمؤسسة النفط عبد المنصف محمود الشلوي. قدم لنا تفاصيل تصريحها علي. وفاء، حيال الجدل حول الاتفاقية الإيطالية الموقعة مع شركة إيني، تحدث الشلوي مبررا الاتفاقية والجدل، قال أن القطاع النفط في ليبيا والذي توقف عن التطوير منذ سنة 2020 عن أي نشاط استكشافي، وأصبح اللازم إعادة الحياة للقطاع وتشجيع الشركات للدخول من جديد لرفع القوة بعد رفع القوة القاهرة عن القطاع. أيضا قائل أن التعديل الاتفاقية تم بتشكيل لجنة من عدد من نخبة في القانون والنفط والاقتصاد من مختصين في الدراسات. طلب إيني استعادة نسبة استرداد التكلفة ورفعها إلى 45%، والتي تمثلت في المبالغ التي يحق لشركة إيني استردادها عند بدأ الإنتاج، والتي تم توقيعها على وهذا القطعتين ألف وباء، والاسترجاع التكلفة التي تكبدتها في عملية التطوير خلال هذه القطعتين. نصت الاتفاقية الموقعة سنة 2010 مع شركة إيني 2008 أسف على أن تكون نسبة الاسترداد 40% لفترة 10 سنوات، وممكن أن يتم التمديد بها لمدة سنتين، وتصبح بعدها 30%. بالتالي فإن الفترة الكلية وفاة هي 12 السنة بعد انتهاء فترة سنة 2020. اليوم أصبح أمام الشركة تنفيذ ضرورة التطوير أم الانسحاب أو التعديل، وهذا هو السبب لتعديل اتفاقية إيني. واضح. طيب، تحصلتم أيضا على إحصائيات بكمية البضائع المفرغة والمشحونة وحركة التسليم خلال شهر يناير إلى ميناء الخمس البحري، قدم لنا بعض الأرقام.
هذه الوثائق التي تحصلت عليها صحيفة صدى الخاصة بميناء الخمس التابع لشركة المواني الليبية، أن حركة التسليم والاستلام خلال شهر يناير كانت بلغ عدد السيارات والآليات المواردة 3081 آلية، وبلغ إجمالي الحاويات المشحونة بالميناء وفائلة 1884 حاوية، وبلغ عدد الحاويات الموردة 1745 حاوية وفاة. كانت البضائع بالوزن والمشحونة للميناء بلغت 7935 طن، وبلغ إجمالي وزن البضائع المفرغة بالميناء أكثر من نعم 46,000 طن، وبلغت وزن الحبوب المفرغة أكثر من واضح. 34,000 طن. طيب، ختاما أجريتم لقاء مع مدير عام مصرف السحاري إسماعيل عبد الهادي، ما هي أبرز تصريحاته لكم؟ وفاء، أبرز التصريحات عبد الهادي كانت لصحيفة صدى الاقتصادية حول المشاريع التي أقدم المصرف عليها، وخاصة في مجال التحول الرقمي، والتي بلغت أكثر من 25 مشروع قيد التنفيذ، وبعضها ما تم الاشتغال به فعليا، منها بطاقات الخصوم المباشرة والبوابة الإلكترونية وربط كافة الفروع بالفرع الرئيسي. وهذا يعني ما وصفه بإنجاز كبير يشتغل به المصرف وفق الآليات المتاحة لجميع الزبائن، وتمكينهم من السحب والإيداع وعمليات المصرفية من أي فرع داخل ليبيا. أيضا قال أن المصرف اليوم لديه أكثر من 54 فرع، وسيفتتح خلال المدة القادمة عدد من الفروع الجديدة، وسيفتح مراكز خاصة بخدمات رجال الأعمال خلال الفترة الماضية. أيضا تحدث بخصوص ما وصفه بعض الإشاعات التي قالت في عمليات الاختلاسات، قال أن هذه سيتم خلال السنة الماضية، أن سيتم معالجة جميعها واضح. وعقد نعم. في بيان شفافية. إذن كانت هذه فقرة صدى الأخبار، نواصل معكم مشاهدينا الكرام ونمر إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. تفاصيل مصروفات حكومة الوحدة الوطنية خلال 2022. الجمارك تعلن واحدة من أكبر ضبطيات المخدرات في تاريخها. ووزارة الصحة تستجيب لاحتجاجات موظفيها. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. ندوة وزارية بعنوان المكاشفة قدم فيها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عاد الجمعة، قدم تفاصيل مصروفات حكومة الوحدة خلال 2022. فلنتابع. المصروفات العامة للدولة في العام 22 والتي بلغت 93,599,948,284 دينار، تمثلت في المرتبات وما في حكمها، وهي 47,138,265,903 دينار، ومثلت 50% من المصروفات الحكومية للعام 22، والمصروفات التسييرية والتي بلغت 8,958,874,064 دينار، ومثلت 10% من الإنفاق الحكومي للعام 22، ومشروعات وبرامج التنمية والتي بلغت 17,464,792,471 دينار، ومثلت 19% من الميزانية العامة ومن الإنفاق الحكومي للعام 22. والباب الرابع وهو نفقات الدعم، والتي مثلت 20,038,015,846 دينار، ومثلت 21%. الإنفاق الحكومي للعام 22 93,599,948,284 دينار. هذه القيمة التي تم إنفاقها خلال العام 22.
في خبر آخر، أعلنت مصلحة الجمارك عن ضبطية تكاد تكون من أكبر الضبطيات على مستوى شمال أفريقيا وفي تاريخ الجمارك الليبية، تتمثل في 269 كيلوغراما من الكوكايين بميناء الخمس البحري، جرى إعدامها مباشرة بإشراف مباشر من نيابة المخدرات. وقالت المصلحة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، قالت أن قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري تمكن من ضبط شحنة من الكوكايين الخام تقدر ب 269 كيلوغراما عقب تلقي معلومات بالاشتباه في وجود ممنوعات داخل 40 حاوية محملة بالدجاج المجمد برازيلي المنشأ. وأشارت إلى أن عملية تتبع الشحنة الموردة عبر الخط الملاحي البرازيل إسبانيا إيطاليا وصولا إلى الخمس، حيث جرى الإيقاع بها على الرغم من قلة الإمكانيات وعدم وجود دعم حقيقي للمصلحة منذ سنوات، وأيضا اعتماد المصلحة على الاتفاقات المبرمة مع الدول الصديقة والشقيقة والتعاون المشترك معها مع تقصي المعلومات والتتبع. استجابة لاحتجاجات موظفيها، وزارة الصحة تعلن عن تسوية إجراءات 150 جهة و 21,000 موظف إلى جانب صرف مكافآت للعناصر الطبية بمراكز العزل. مزيد التفاصيل في التقرير التالي. الانتهاء من إجراءات المطابقة للعاملين في القطاع الصحي من العناصر الطبية والطبية المساعدة وتسوية أوضاع أكثر من 150 جهة، هذا ما أعلنته وزارة الصحة من قرارات جاءت تفاعلاً مع التحركات الاحتجاجية التي خاضها موظفو القطاع مؤخراً. الوزارة أكدت أنها ستقوم بصرف مكافآت للعناصر الطبية بمراكز العزل والفلترة والرصد فور الانتهاء من إجراءات المطابقة والتدقيق والتأكد من أذونات المزاولة للأطباء. 150 جهة يعني أنهينا التسويات، إصدار قرار للعناصر الطبية والطبية المساعدة لتسوية مرتباتهم بإذن الله، مكافآت مراكز العزل والفلترة ورصد التقصي والمنافذ الدولية والمعامل وحملات التطعيم، وأخيرا قالوا لنا دخلوا حتى نحاول ندخلوا حتى المطاعمين في المراكز الصحية. كما أشارت الوزارة إلى قرب الانتهاء من إجراءات حصر الأطباء العاملين خلال جائحة كورونا وتحويلها إلى ديوان المحاسبة لمنح الإذن بصرف مكافآتهم في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2020. إن شاء الله في القريب العاجل، يعني تقريبا من 10 إلى 15 يوم على حسب مدير إدارة الطوارئ، قبل شوي كنت معه وأكد لي أن خلال 10-15 يوم حيتم الانتهاء من الحصر وتحويله لديوان محاسبة، ولما ناخذ الإذن من ديوان محاسبة الإحصائية من شهر 4 إلى 9 جاهزة نحولها لرئيس الوزراء للمطالبة بباقي المكافآت المالية اللي تخص الموظفين في جائحة كورونا. إجراءات جاءت إثر تنظيم موظفي وزارة الصحة وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس للمطالبة بإقالة الوزير المكلف رمضان أبو جناح وتكليف شخصية أخرى بديلة عنها تتفرغ لعمل الوزارة، رافعين شعارات تندد بتهميش الموظفين. نبقى مع وزارة الصحة، وفي تصريحاته أعلن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة سمير كوكو أيضا عن صرف 450 مليون دينار كمكافآت للعاملين بمراكز العزل والفلترة والرصد والتقصي والمنافذ الدولية والمعامل، وذلك منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن. وأضاف أن الجهات التي لم تحصل على مستحقاتها من مكافآت كورونا تمثل 3% من الإجمالي العام حسب طلبات التظلمات المقدمة، وسيتم صرف مستحقاتها بعد الانتهاء من تدقيق البيانات. وأشار أيضا إلى عدم صرف مستحقات العاملين خلال جائحة كورونا عن الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2021 تنفيذا لتعليمات ديوان المحاسبة بشأن إيقاف الصرف إلى حين التأكد من الشهادات العلمية وأذونات المزاولة للعناصر الطبية العاملة خلال جائحة كورونا والتي يتجاوز عددها 20,000 موظف.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بمقر الديوان مع رئيس الأركان العامة أمر المنطقة الجنوبية محمد الحداد ومدير إدارة الحسابات العسكرية والإدارات المختصة بالديوان. ناقشوا بعض الملفات من بينها ملف تعثر صرف مرتبات أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك آلية تسهيل مخصصات المناطق والوحدات العسكرية وضمان انسيابها بما لا يؤثر سلبا على أدائها. وأكد الحداد على حرصه على متابعة تنفيذ توصيات الديوان وملاحظاته، مشيدا بأهمية دوره في المتابعة. من جانبه عقد رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة اجتماعا ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية والعمل على انطلاق المشروعات الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان تنفيذها. كما تم مناقشة تنفيذ مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة لأهميتها خلال العام الحالي، وأيضا اعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة وفق خطة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها. كما تم متابعة تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين طرابلس وبنغازي وإنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة عام 2023، إضافة لمتابعة إجراءات العطاء العام بعد استكمال موافقات الديوان على 70% من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع ليكون منهجية التوريد خلال العام الجاري، ومنع التعاقدات المباشرة بوزارة الصحة والإمداد الطبي. في ملفنا الدولي لليوم، قفزت ثروة المؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرغ بمقدار 12.5 مليار دولار، وهي أكبر زيادة في ثروته في يوم واحد بعد أن تعهد بأن يكون عام 2023 عام الكفاءة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي ميتا بلاتفورم. وارتفع سهم ميتا بنسبة 23.3% لينضم إلى عدد من الشركات الأخرى ذات الصلة بالتكنولوجيا التي شهدت ارتفاع أسهمها. ويتعافى الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 38 عاما من أسوأ عام له على الإطلاق، حيث تراجعت ثروته في ذروتها التي بلغت 142 مليار دولار في سبتمبر 2021. وكان لديه عدد من التقلبات اليومية في عام 2022، حيث فقد ما يصل إلى 31 مليار دولار في يوم واحد في فبراير الماضي. وقالت وكالة بلومبرغ إن زوكربيرغ كسب 11 مليار دولار في أبريل ليخسر 11 مليار دولار في أكتوبر بعد تقرير أرباح مخيب للأمل. وتبلغ ثروة زوكربيرغ الصافية حاليا 69.8 مليار دولار، ما يجعله في المرتبة 13 من بين أغنى أغنياء العالم وفقا لمؤشر بلومبرغ لمليارديرات العالم. وفي نوفمبر الماضي أعلنت ميتا عن عمليات تسريح جماعية للموظفين أثرت على حوالي 13% من قوتها العاملة، ونفذت إجراءات أخرى لخفض التكاليف مثل إغلاق المكاتب. ونقلت بلومبرغ عن زوكربيرغ قوله في مكالمة مع المستثمرين أن تخفيض عدد الموظفين في الشركة في نوفمبر كان مجرد بداية لخطط، مضيفا تواصل أنه سيواصل شد الأحزمة في عام 2023. وأوضحت بلومبرغ أيضا أن جهود لجنة التجارة الفيدرالية فشلت هذا الأسبوع في منع استحواذ ميتا على شركة ناشئة للواقع الافتراضي، كما تشهد الشركة انتعاشا بعدما عانت من انخفاض في الإعلانات بسبب ضعف الاقتصاد وتغيير قواعد الخصوصية في هواتف آيفون. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولتنا الإخبارية لليوم. فاصل قصير ونأخذكم بعد قليل إلى جولة في الأسعار. مساء الخير مجددا، اقتصاد بلاس متواصل، والآن إلى فقرات الأسعار. وفي التقرير التالي تتابعون معنا آخر الأسعار المتداولة لليوم في الأسواق الليبية.
والآن أسواق بلاس، وإلى محبي الشوكولا نأخذكم اليوم إلى جولة في محل بيع الشوكولا في غدامس. أسعار شكالية تبدأ من 55 60، وفي أسعار في كواليتي جودة عالية، في هي الجينيفا كيلوها 55، في الجينيفا صابع هي العادية، وفي كيلوها الجينيفا 35، وفي أسعار جردينة شكالية الأوروبية ما أسعار 3 جنيه ونص، أسعار في متناول الجميع إن شاء الله. في الميلز كراميل، في الأوروبية تويكس وسنيكرز والمارس، المرز سعرها 40 الكيلو، صناعتها يونانية المرز. الكيلو هو بالنسبة لها في ذلك 75 طرف 80 طرف تقريبيا، والمرز حوالي 55 50 طرف. حلوة الجيلية يا الحافظات سعرها الكيلو 35، والزبون كيف ما يبي معنا، يبي بجنيه يبي بزوز يبي بثلاثة يبي بأربعة، معنا عادي فيش مشكلة. ويشكل في تشيبس، في الميجا تشيبس بيلاروسية، حاجة مليحة حاجة جديدة في السوق، سعرها في 50 جرام 3.5، وفي 100 جرام 4.5. نكهات كباب، فلفل، جبنة وكريمة البصل، طماطم وفلفل، نغلفه في الهدايا. سعر الهدايا تبدأ من كيف ما يبي زبون على حسب، وفي الجاهزات هما أسعار ب 45 ب 55 على طلب زبون، كيف ما يبيها نخدموها له إن شاء الله. هذه سعرها 55 45، وهذه ب 75. وبهذه الجولة نصل إلى نهاية موعدنا الاقتصادي لليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.